استخدام النظام كان ترجمة النظام إلى اللغة العربية، لأن بناء الجمل في اللغة العربية مختلف، واحتاج بعضنا أن يتعلم من لغة جديدة وتستغرق هذا بعض الوقت، فأصبح هذا هو كريم فيما بعد. تمام، حدثنا عن طريقة استخدام هذا التطبيق، تطبيق تيس راوس. هو رعينا أن يكون سهل الاستخدام، ويمكن للناس استخدامه من خلال الرسائل النصية القصيرة، ومساعدة الناس الذين لم يكون تطبيق إنترنت لاستخدام التطبيق في شكل آخر على شبكات الاتصال العادية. تمام، هل اختلفت طريقة التعامل مع تطبيق تيس باللغة الإنجليزية عن تطبيق كريم باللغة العربية؟ نعم، كان احتاجنا ناس من يستطيعون التحدث اللغة العربية ويستطيعون تقديم الدعم النفسي لهؤلاء، وكنا نظن ان هذا سيكون افضل لو جعلنا تيس يتحدث اللغة العربية، وبالتالي يكون اسهل لك ان تعبر عن نفسك في الاتصال. ولذلك قررنا ان نترجم النظام كله الى اللغة العربية، وسمعنا عن نشرات الأخبار وما الحاجة إلى دعم نفسي لهؤلاء الناس ومن خلال المنظمات التي تعمل هناك. فكانت مهمتنا أن نقدم فرصة لمن هو الموجودين هناك للوصول إلى الخدمات الصحية من خلال مواقعهم، فكانت هذه فرصة عظيمة لمساعدة الناس على التواصل معا والتفاعل وإيجاد وسيلة لتحقيق هذا الاتصال. تمام، راوس، ما هي المزايا التي يقدمها تطبيق كريم للمستخدم، مزايا لا يجدها لدى الطبيب النفسي؟ هل هناك من مزايا مختلفة عن المزايا التي يقدمها الطبيب النفسي؟ كريم هو مجرد رقم تليفون ويسهل التواصل، ويمكن أن نتصل خلال كريم ونقدم لهم المساعدة، لهم بشرح سؤالهم كيف أحوالكم أي أحوالكم. كريم يتناول مواضيع مختلفة، فمثلا اليوم أنت مكتئب لأنك ليس لديك شيء أن تفعله، لأن شيء ما قد حدث، وثم تواصل استخدامه. كريم أنت تستطيع أن تثق فيه، تستطيع أن تتكلم مواضيع صعبة، فقد رأيت أشياء مخيفة وكيف تشعر اليوم بها، فيساعد هذا الشخص أن يشعر بشكل أفضل، وبالتالي يسهل التواصل معه. نعم، شكرا لك ميشيل راوس، المدير التنفيذي لمشروع تطبيق كريم الذي يسمح للاجئين السوريين بمناقشة مشاكلهم النفسية. كان هذا مشاهدينا الكرام لقاء حول تطبيق كريم لمساعدة اللاجئين السوريين. فاصل ثم نعود لنستكمل نقاشنا في الموضوع الرئيسي لتكنونايل في هذا الأسبوع.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كما ذكرنا في بداية الحلقة، موضوعنا الرئيسي لهذا الأسبوع هو مشاركة الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية في بطولة العالم للألعاب الإلكترونية في جاكرتا. للحديث حول هذه المشاركة والاستعدادات لها يشرفنا أن يكون معنا ضيفا في الاستوديو الأستاذ شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية. أستاذ شريف أهلا بك. أهلا بك أستاذ شريف. أولا نود أن نتعرف أكثر عن ما هو الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية. الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية هو اتحاد نوعي لممارسة الألعاب الإلكترونية بصورة منظمة. طبعا هو اتحاد تابع لوزارة الشباب والرياضة، موجود من سنة 2007، وكان ليه عدة أنشطة سابقة لغاية لما اتعمل الاتحاد الدولي، وانضم للاتحاد الدولي سنة 2012، وبدأ يشارك في البطولات العالمية اللي كانت بتنظم في كوريا الجنوبية. تمام. من هنا نفهم أن الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية يضم تحته عدد من الفرق المصرية؟ لا، إحنا اتحاد نوعي بيعتمد على نشر الممارسة، ما هوش اتحاد من الأندية زي الاتحادات التقليدية. كان المسابقات بتتم قبل كده، بيعمل الاتحاد بطولة مجمعة بيبقى قبل السفر بحوالي شهرين، وبيتم الإعلان عن المسابقات على الإنترنت وفي كل وسائل الإعلان المتاحة ليهم، وبعدين الفريق اللي بيكسب 5 أفراد أو على حسب الألعاب اللي بيتم ممارستها، ده كان هو اللي بيسافر بره مصر يمثل مصر في بطولة الألعاب العالمية. اللي اختلف بقى المرة دي إن احنا أول ما تولينا الاتحاد غيرنا الشكل شوية، إن احنا ما استنيناش لما فترة الصيف تيجي، البطولة في شهر 10، قلنا لا، احنا من دلوقتي هنعلن عن ميعاد البطولة، بطولة العالم، والألعاب اللي هيتم التصفيات عليها، لأن ما احناش احنا الوحيدين اللي بننظم بطولات ألعاب إلكترونية. بطولات الألعاب الإلكترونية في أكتر من جهة، في شركات بتنظم، في جامعات بتنظم، في شباب من المتطوعين اللي غاويين ألعاب إلكترونية بيعملوا بطولات وبطولات كبيرة. فإحنا قلنا من الشهر اللي فات إحنا نعلن على ميعاد البطولة، والتلت ألعاب اللي الاتحاد الدولي بعت لنا وقال لنا هم دول اللي هيتم التصفيات عليها، بحيث كل منظمين البطولات وكل الشباب اللي عنده أمل إنه يشارك في بطولات العالم يعرف التلت ألعاب دول إيه، عشان من دلوقتي يستعد لما نيجي نعمل البطولة في شهر 7 أو شهر 8 يكون أكبر عدد شارك وأكبر عدد عارف، وكل البطولات الغير مسجلة في الاتحاد حتى لو احنا ما نعرفهمش يبقى عملوا البطولات بتاعتهم والمسابقات على التلت ألعاب دول، عشان نضمن أحسن تمثيل لمصر مش اللي عرف في آخر لحظة. تمام. من هنا اللي يعرف بيقدم المشاركات للاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية أولا، ثم بتتم عملية تصفيات. تمام. بين المتقدمين. لا، خلينا ده اللي كان بيحصل قبل كده. دلوقتي احنا اخترنا كل اللي احنا عندنا سجل وعندنا علاقات بمنظمين الالعاب الالكترونيه، بنعرفهم منين؟ من خلال طلباتهم ان احنا نبقى رعاه للبطولات بتاعتهم. تمام. وزعنا عليهم التلات العاب، قلنا لهم يا ريت تركزوا على التلات العاب دول عشان تبقى بطولاتكم معتمده مننا او نديكوا رعايه. كل هدفنا ايه؟ مزيد من الانتشار. احنا بدأ يجيلنا نتيجة النشر الكثيف جدا في وسائل الإعلام، وانتم من الجهات اللي أعلنت عن الكلام دوت، بدأ يجيلنا ناس من المحافظات، عندنا اتصالات من محافظات الصعيد، عندنا بحري، عندنا دمنهور، عندنا محافظات القنال، بدأ يجيلنا متطوعين وجهات يقولولنا عايزين نشارك معاكم. من هنا بدأنا نتلقى الطلبات من منظمين الألعاب، بدأنا نسأل طب قول لنا السيرة الذاتية بتاعتك، التجارب اللي انت خضتها قبل كده في تنظيم بطولات، عشان نضمن ان دي بطولة فعلا تستحق ان احنا تبقى تحت رعايتنا. فالفكر بتاعنا اتغير من الإقبال اللي احنا ما كناش متوقعينه. يعني احنا لما أعلننا كنا أعلننا من منطلق ان الكل يعرف،
ده نتج عنه ان الناس عرفت ومنظم البطولات جولنا. فبدأنا نقول طيب اللي هيعرف ينظم لنا بطولات عايزين نقسم الجمهورية، وده مقترح لسه بنناقشه، الصعيد او جنوب مصر، اسكندرية والدلتا، مدن القنال، القاهرة الكبرى. فبنفكر دلوقتي ان يبقى في بطولات تأهيلية في المناطق الجمهورية، وبعدين نعمل بطولة مصر الختامية في الألعاب الإلكترونية من كل المناطق دي عشان ما نحرمش حد. على اللي هينفذها او طب اللي هينظمها الاتحاد الدولي بالظبط كده. وده اللي يمكن اللي هو الميزة الجديدة اللي عندنا، كم الإعلان وكم الإعلام ومساعدتكم لينا نتج عنها ان حتى الاتحاد بقى معروف انه موجود. وصلنا ان كله بقى عارف البطولات على ايه، وحصل من نتيجة كده ان يعني اكتر ما كنا متوقعين سبل التعاون اللي بدأت تجيلنا من جهات كتيرة، جامعات وأندية وشركات، وكله بدأنا بندور على الاختيار الأفضل اللي احنا نعمل بطولات تأهيلية في المحافظات ونروح للشباب حيث هم عشان نضمن ان بطولة مصر تبقى ممثلة للجمهورية بجد، مش مجرد في الصيف بس بطولة كبيرة نخرج بيها بالفائزين. احنا هنطبقها، والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية هينظمها في شهر 7 أو 8، يعني متوقع 7 أو 8 عشان نبقى عرفنا الفريق ونبدأ نستعد ليه لتمرينه وتدريبه أكتر. عشان او برضو خلي بالك دول بيبقوا سن شباب وطلبة وبيبقى محتاجين موافقات سفر كتيرة، موافقات مثلا جيش، موافقات عشان موقفهم من التجنيد يعني، والتأشيرات اللي بيجي لنا من الدولة اللي احنا هتتنظم فيها البطولة. يعني احنا ما بنبقاش متوقعين، كل دولة وليها نظام في التأشيرات، فقلنا على 7:30 لازم نكون مخلصين قبل البطولة بشهر ونص على الأقل، مختارين الفريق اللي هيسافر. تمام. طيب لمن يريد أن يعرف أكثر، هل بطولة العالم للألعاب الإلكترونية بتنظم كل سنة وفي دولة مختلفة ولا؟ الاتحاد الدولي بيختار الدولة اللي بتتقدم للتنظيم. السنة دي وقع الاختيار على إندونيسيا، فهتم في جاكرتا، وبيتم اختيار قبلها اللي هي الثلاث ألعاب اللي هيتم الممارسة عليهم. هو دي الحاجات اللي بيبقى الاتحاد الدولي بيحددها عشان دول العالم اللي هم أعضاء في الاتحاد حوالي 44 دولة يبدأوا يجهزوا نفسهم ويبدوا رغبتهم في المشاركة في بطولة العالم. احنا مختلفين شوية عن أي رياضة تانية، لأن الرياضات التانية أسلوب المسابقات والألعاب كله محدد وثابت